مولاي اسماعيل اللي كان بناها القصبات العسكريه كان فيها شويه ديال الطبع ديال الاسترخاء وديال ديال الاستجمام وديال القصبه ديال بولعوان، ما كانش مديوره غير الجانب العسكري. كتدخل كتلقى راسك على عزمه دار السلطان اللي فيها المنزه، واحد الاطلاله على واد ام الربيع والالتواءات ديالو، تراث رافعه اقتصاديه لا محيد عنها. هو باش نفهموا الفتره ديال مولاي اسماعيل كلها، ولا البناء ديال القصبات ديالو في المغرب، ولا قصبات بولعوان بالخصوص، خصنا نعرفوا بان ملي بويعة يعني الوالد ديالو مولاي الشريف اللي تبايع اول سلطان على وفتافيلات في 1931، وكان يعني نادوا ليه الزاويه الدلائيه وغادي يعتقلوه وغيمشي عند ابو حسن السملالي يبقى في المعتقل في سوس، الى ان سيتمكن ابنه مولاي محمد من افدائه يعني بفديه، ويعني ورجع داك الساعه خرج يعني حر ورجع لتافيلات وكمل الدعوه مولاي محمد وخوه مولاي رشيد، هذوما المؤسسين الاوائل. فمولاي رشيد اللي غادي يقضي تقريبا على الزاويه الدلائيه ملي طلع مولاي اسماعيل للسلطه في 1672، يعني تما كانت الدوله وقفت على رجليها، يعني تم توحيد ديال الارجاء ديال البلاد ديال المغرب، تم القضاء على الزاويه اللي كانت مناوئه للدعوه العلويه، فانطلق في عن طريق تنظيم الاداره، عن طريق تنظيم الجيش، وغادي يدير الجيش الشهير ديال عبيد البخاري، وكان عنده واحد النمط طريقه ديال الاشتغال يعني نادره جدا، طريقه باش نظم الجيش وكيفاش حتى ولادهم وكيفاش تنسابهم وكيفاش كاع اللي قريب لهم في العائله كيفاش حتى هما خصهم يترباو، وحكم 55 سنه تبارك الله. فكان خاصو يقطع يعني بغينا نقولوا بالعربيه يقطع الدابر ديال أكثر من 70 قصبة في أرجاء المغرب مختلفة، في مناطق مختلفة من الشمال الشرق الغرب الجنوب إلى أقصى الجنوب، وفي الوسط ديالو على ممر الطرق الرئيسية على مستوى المتاجرة ولا سميتو، وفي كبريات المناطق ولا كبريات الحواضر والمناطق المنتجة في المغرب اللي تكون مناطق منجمية ولا مناطق فلاحية، فهي باش وزع هذه الخريطة ديال القصبات، منها القصبه ديال بولعوان. ولكن هذه القصبات واخا حنا كنشوفوا الطابع ديال مولاي اسماعيل اللي كان بنى هذه القصبات العسكريه، كان فيها شويه ديال الطابع ديال الاسترخاء وديال ديال الاستجمام وديال القصبه ديال بولعوان، ما كانتش مديوره غير الجانب العسكري.
ابراج مربعه وضخمه مزيانه، وفيها الباب يعني الباب الاثري ديال المدخل ديالو اللي كيتوفر فيه الشروط الامنيه، خصو يكون باب ملتوي يعني كتدخل فكان يلتوي للداخل الى اليمين باش ملي كيدخل عاد كتدخل الفضاء ديال القصبه. فالاسوار ديالها بربعه اسوار متينه صلبه يعني فيها داك الشرفات ديال منين يطلوا العساكر والحراس بداك يعني لي ميرلون، داك الشرفات ديال اللي كاين معاهم الممر ديال المراقبه على جميع الجنبات بربعه ديال الاسوار ديال القصبه، ويعني محميين ابراج في كل الاسوار، وفي الزوايا كذلك ديال الابراج كاينه ديال الاسوار كاينه ابراج دفاعيه للمراقبه. ملي كتدخل من الباب اللي هو ملتوي على اليمين، ملي كتدخل كتلقى راسك على واحد الحاجه اللي يعني كنسموها دار السلطان اللي فيها المنزه. ها هو جانب ما بقاش جانب غير دفاعي، جانب ديال المنزه اللي عالي بالشرفات اللي فيه البالكونات منين يمكن يجلس السلطان ولا الامير ولا الازواج ديالو الا جا ولا هذي، باش يركبوا على الواد واحد الطله جميله، واحد الاطلاله على واد ام الربيع والالتواءات ديالو في الحد الفاصل بين الضفه اليسرى دكالا والضفه اليمنى الشاويه. فملي كتدخل للقصبه هذا علي من كاين دار السلطان يعني كانوا فيها قاعه دايرين بها، والباسيو في الوسط داك الفناء الاوسط اللي من دون شك كانت فيه نافوره ولا شي حاجه هكا ديال الماء. على اليسار كاين جامع بديع مبني يعني بالطريقه المغربيه والاسماعيليه، كيبان يعني بسيط ولكنه اخاد، ما عنده سمعه واخا قصيره، سمعه جميله داك السهل الممتنع يعني تجسد فيها السهل الممتنع. ملي كتزيد في الممر ديال الواد داخل في الوسط ديال القصبه، فطبيعي لان ملي كانت قصبه عسكريه وكيجيو ليها الجيوش ويمكن يجي لها السلطان يمكن يجيو ليها امراء، سيكون فيها الهريان لا ديال التخزين ديال 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 المؤونه ولا كذلك الخيول. تهدم منها واحد الطرف منها تهدم، ولكن الغالبيه فيهم يعني باقيه واقفه. مادامت هي كاينه فوق ربوه عاليه، ربوه عاليه ديال كتطل على الجهه ديال دكاله والشاويه، وممر المراقبه فوق الابراج كيدور ديال المراقبه فوق الابراج. كيفاش الا بغينا ننزلوا للواد؟ هذاك النزول ديال الواد خصو يكون مامن، فكاين التقنيه ديال داك السور اللي كيربط بين القصبه وكيخرج مثلا البحر ولا كيخرج للواد. هو ممر ما مسقفش، ممر عنده سور من الجهتين، جهه اليمين وجهه الشمال، ويعني خصو يكون عالي، ربما يعني غالبا يقدر السلطان يقدر ينزل ولا الامير يقدر ينزل على العود. هذاك اللي نازل من القصبه ديال بولعوان غينزل للواد يمكن يكونوا قناصه ماهرين على مرمى ديال 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 البنادق ديالهم. الصوره اللي رايجة على مولاي اسماعيل هو ان كان متعدد النساء بواحد الشكل كبير جدا، وكان ولود يعني على انه كاين عنده واحد الالف ديال الابناء.
وهذا الشيء هذا غطى على العظمه ديال الابداع وديال التشييد وديال البناء وديال الدبلوماسيه، الجانب الدبلوماسي عند مولاي اسماعيل والجانب الفكري. دابا القصه ديال انه مراه الدكواليه غيتزوجها ويبني لها القصبه ديال بولعوان، ما كاينش دخان بلا نار. هو كانت عنده الحاجه، لان اولا ملي كتشوف من ناحيه الجيوبوليتيك، من ناحيه الجيوسياسيه، ومن ناحيه ديال الموقع ديال بولعوان، هذه المنطقه ديال الدكوالا ما كانش المغرب عنده فيها شي نقطه ديال ارتكاز لا لافتكاك مازاغان ولا لوقف الزحف البرتغالي والاطماع اللي كانت باقا عندهم لاعاده احتلال ازمور اللي خلاوها في 1541 تحت ضغط الحصار ديال السعديين، ولا يعاودوا يرجعوا كذلك الاسفي، لان حتى هما كانوا ناويين ما غاديش يخرجوا من المغرب. التراث بصفة عامة المادي ولا مادي، وبصفة خاصة في شقه المعماري والأثري، هو فيه عنده أبعاد دلالات رمزية ديالو. كاين البعد الأول هوياتي، عنده علاقة مع التاريخ جميع شعوب الأرض، يعني ديال الهوية ديال الشعب وديال البلد وديال الأمة. هذا جانب. الجانب الثاني هو أن التراث رافعة اقتصادية لا محيدة عنها. هذا الإطار هذا مثلا القصبة ديال بولعوان ولا غيرها، وحنا دابا في القصبة ديال بولعوان عندها خصوصية عن باقي المعمار اللي هو موجود مثلا في المدن. هذا مجلي في الباديه، في الدواور، في جنب الواد، يعني الترميم ديالو مكلف جدا، وكل يعني عبر محطات ديال الترميم، كل ترميم غيكون نفعي واني، يعني غتبان الخدمه ديالو والجدوى ديالو والواقع ديالو غيبان، يعني يعني من ناحيه سوسيو ثقافيه ومن ناحيه سوسيو اقتصاديه على بصفه عامه غيكون عنده وقع مباشر ويعني وسريع، يعني ترميم ذكي. Thank you.